السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم في هذا الفيديو رتب الجيش المصري من أدنى رتبة إلى أعلى رتبة. للإشارة، فهذه الرتب تمثل جميع القوات المسلحة للجيش المصري. رتب القوات المسلحة المصرية: أولا رتبة عسكري، ثانيا رتبة عريف، ثالثا رتبة رقيب، رابعا رتبة رقيب أول، خامسا رتبة مساعد، سادسا رتبة مساعد أول، رتبة ملازم، رتبة ملازم أول، رتبة نقيب، رتبة رائد، رتبة مقدم، رتبة عقيد، رتبة عميد، رتبة لواء، رتبة فريق، رتبة فريق أول، وأخيرا وأعلى رتبة في الجيش المصري هي رتبة مشير. للإشارة، فرتب ضباط وصف ضباط وجنود الجيش المصري تشبه إلى حد بعيد رتب الجيش الجزائري، ما عدا في الضباط العمداء، أي من رتبة عميد، فريق، وفريق أول، ومشير، فهي مختلفة عن الجيش الجزائري.